رياضة الكاياك تم اكتشافها او استخدامها في غرينلاند عند ليزيسكيمو في القرن 18. كانت تستعمل لاغراض تجارية وكذلك للصيد. اما بالصفة اللي تنشوفوها عليها اليوم فرياضة الكاياك بشكل رسمي تم تأسيس الجامعة الدولية سنة 1924. وبالنسبة للألعاب الأولمبية فتم الالتحاق ديالها في سنة 1936. دونك فرياضة الكاياك هي رياضة فردية وفي نفس الوقت جماعية. عندنا القارب الفردي والقارب الزوجي والقارب الرباعي. فرياضة الكاياك قبل ما يكون رياضة واحد الرياضة دو فورس فهي رياضة دو كونسونتراسيون. دونك خصني نكون مركز من بعد تيجي الجانب البدني. فرياضة الكاياك كذلك تحتاج واحد اللياقة بدنية باش نظهر في أحسن مستوى. مصطلح الكاياك فهو مصطلح بشكل عام، لأن الكاياك اللي تنشوفوا اللي عندنا هنا في المغرب اللي هو الخط المستقيم، مي هو في اون جينيرال كاياك تقريبا فيه أكثر من 20 نوع. من نهضروا على الاختصاص اللي انا فيه اللي هو رياضة الخط المستقيم، ف خص الناس نعطي واحد النبذة عليه، خص الناس يمكن واخدين عليه واحد الفكرة ديال انه ديال هي رياضة الاغنياء ورياضة، بل بالعكس فهي رياضة اللي يمكن لأي واحد يمارسها. يعني الناس او الاباء ما عليهم يؤديوا الواجب، فحنا تنوفروا لهم القارب والمجتاف، يعني اللي هما اللي الاثمنه ديالهم شويه طالعه تنوجدوهم لهم. دونك ما عليهم غير ينخرطوا معنا ومرحبا بهم. وانا ضمن جمعيه ابي القراق للرياضه البحريه والبيئه. الجمعيه ديالنا تكريت في سنه 2015، السميه ديالها جمعيه ابي القراق للرياضه البحريه والبيئه. الناس اللي كريوها كانوا قدماء المتدربين في الفتح، في نادي الفتح الرباط الرياضي. كنوفروا للناس هنا، كاين عندنا الكلوب الاول المدرسه، الناس اللي كيجيو كيتقيدوا كيلعبوا الثانوي، كيلعبوا عندهم ثلاثه ديال الحصص في السيمانه، الاربع في العشيه، السبت في الصباح والحد في الصباح. عندهم ساعه ونص حتى ساعتين ديال التدريبات مع المدرب، تيخرجوا بالكاياك في الاول ديال المبتدئين، ومن بعد كيلعبوا ديال المحترفين على حساب، وكاين على حساب العمر تاعهم. ومن بعد وكاين بالنسبه للناس اخرين اللي كيلو يديروا جوالات، بالنسبه للناس اللي جايين خارج الرباط ولا بغاو يجربوا الكاياك وما عندهمش حتى شي تجربه عليه، كنعطيهم واحد القوارب للمبتدئين، كيخرجوا كيديروا جوالات هنايا في نهر ابي رقراق لمده ديال ساعه حتى ساعه ونص، بواحد المدرب اللي كيوريهم الطريق من اللي يمشيو وكياخذ لهم التصاور تما باش كيكون التذكار ديالهم وصافي. بالنسبه ليا رياضه الكاياك من الرياضات المائيه اللي معروفه في نهر ابي رقراق. كيف ما مولف انا تنهبط كل تقريبا جوج مرات في الشهر. اليوم قررت نجي انا والاصدقاء ديالي باش نمارسوا هذه الرياضه هذه، اللي بالنسبه ليا واحد ريليف كيف ما تنقولوا، واحد الحاجه اللي تتخوي فيها داك ستريس ديال السيمانه، ديال الخدمه السيمانه وهذا. دونك حاجه زوينه بالنسبه ليا. بالنسبه للتدريب ديالنا حاليا تنقوموا بثلاثه الحصص في الاسبوع، الاربع في العشيه، السبت في الصباح والحد في الصباح. عندهم ساعه ونص حتى ساعتين ديال التدريبات مع المدرب، تيخرجوا بالكاياك في الاول ديال المبتدئين، ومن بعد كيلعبوا ديال المحترفين على حساب، وكاين على حساب العمر تاعهم. حنا غاديين في تكوين واحد البيبينير اللي تقريبا ابتداء السن من 6 سنوات ل 15 سنه، تنقوموا في التدريب اللي جادة وفي نفس الوقت بعض الأحيان شاقة باش نكونوا أبطال، ننفذوا بهم النادي ديالنا
في المقام الاول، وفي المقام الثاني البلاد ديالنا باش يمشيو ان شاء الله يلتحقوا بالمنتخب الوطني ويمثلوا المغرب احسن تمثيل في المحافل سواء الساحه القاره الافريقيه ولا الساحه الدوليه. وفي الاخير تنشكر العالم 24 على هذه الفرصه، لتحتنا هذه الفرصه باش نعرفوا برياضه الكاياك. كما في الاخير تنبغي نشكر جوج الاشخاص اللي هم على راسهم السي بالعباس الامامون بالعباس العلاوي اللي تاق فيا واللي التحقني بالجامعه الملكيه لقوارب الكاياك، وكذلك السي محمد العايدي اللي تاق فيا وخلاني على راس مدربين ديال جمعيه ابي رقراق لرياضه البحريه والبيئه.